السلام عليكم، معكم صابر السعداني. مبدئيا لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. نبص كده مع بعض. انتر. ايه رأيكم لو صممنا الرجل لوحدها؟ ماشي، نصممها معاك. نسحب لون الرجل ونختار باك جراوند. هنجيب فرونت كولر لأنه اللون أسود. نسيف. لو أنا مسيف قبل كده هيسيف لي على الملف القديم، لو مش مسيف هيجيب لي سيف واختار المكان مكان السيف وادوس اوكي. انا هنا مسيف على الديسك توب عشان كده بيقول لي هنعمل ريبليس، اقول اوكي. نبدا نعمل طبقه تانية، نخفي المان ونظهر المرجعيه، الصوره المرجعيه، ونعمل طبقه نسميها مان ار. اوكي، اللون الخلفية واختار أهم حاجة الفيل، باك جراوند كولر هو اللون الخلفي، وأبدأ أصمم الأرم بتاعه. نبدأ نجيب لون قميص، في قميص هنا هو لابسه أبيض، وكده فاضل لي مان هاند. تمام، كنترول اس سيف. نجيب دي هنا شوي، كده تقريبا الراجل خلص، فاضل له اليد بس. طب كده اليد، انا عايز اليد مفتوحة علشان اقدر احرك الاصابع في الفيديو، واجيب الفيديو بتاعي واشوف لقطة يكون فيها ايد الراجل مفتوحة. هنا بيشاور بصباعه، ادي ايد الرجل المفتوح. اعمل لها سكرين شوت. اعلم الاريا اللي انا عايزها. هتيجي صغيرة جدا على الديسكتوب، ممكن اسميها هاند. مان هاند سيف. واعمل لها امبورت. هنا بيخيرني عايزها فلير جديد ولا فايل لير. خلينا فلير جديد، ظهرت لي في الزاوية فوق. أجيب علامة التحريك وأبدأ أسحبها عند هذا الرجل. طبعا ممكن أشغلها كده
بس احنا عايزين نصمم. تمام، هي كده دخلت في اللير بتاع مان هاند، نعمل لير غيره. مان هاند ده لير اللي هنشتغل عليه. نسحب لون البشرة بتاع الهاند، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. تمام، نقفي الهاند ونسحب. لو وقفت شوية على التول بيظهر لك الشورت كات بتاعه. أنزل اللير لتحت كده، هو تمام نزل تحت الأرض. نيجي على مان هاند بي إن جي ونمسحها، خلاص مش عايزينها كده. الرجل بقى زي الفل معانا شغال. سيف. بس هنا الرجل بيبقى له رجلين واتنين ايد، هنعمل ايه؟ نيجي على مان ارم ونكررها، وممكن نكررها في بلندر بس، بس انا عايز اكرر هنا عشان يبقى فيه يد يمين ويد شمال. باجي هنا دوبليكيت، هنا مان ارم، نشيل كوبي ونكتب تو. مان ارم واحد نثبتها ونجيب تو. تمام، انا عايزها تحت كل ده، بروح منزلها لتحت. عملها روتيت، اوكي. مان هاند عملها دوبليكيت، مان هاند تو، وننزلها لحد ما توصل لمان ارم تحتها، ونعملها دراج، نسحب، نعملها روتيت، روتيت، انتر، سيف. تمام، في هنا بعض التعديلات على هاند وان اللي احنا شغالين عليها دي، لان هاند وان المفروض هو باصص لنا، فمفروض في هنا أظافر. وننزل لواحد ونبدأ نشتغل في ظفر هنا. إلى حد ما مقبول شوي. نسيف. في عندنا أنا الرجل الخاصة بالرجل،
احنا هنخفي كل ده. ونشوف المال نفسه، هنعمل له دوبليكيت ونكتب لجتو مال لجتو، نجيب لجتو المفروض بقى هنمسح كل ما فوق اللج، نعمل سيلكت ودوس ديليت. اللج 2 هتنزل الاول، خلينا هنا نعمل لها روتيت شويه. هنا ممكن اكبر واصغر من المربعات دي، بس انا عايز اعمل روتيت ببعد خالص واعمل روتيت. اظهر كل الحاجات بقى اللي موجوده المختفيه، واروح نازل باللج لتحت. طب تمام، لو انا جبت اللج فوق صح كده، كده منطقيا ان هي اللج بتبقى فوق ليه؟ عشان تظهر لي افضل. كده المان خلص. انا المان كده عايز اعمله كله في جروب واحد، بعلم وادوس شيفت المثلث ده، يعني شيفت السهم ده، وأعلم عليهم كلهم وأدوس كليك يمين وأضغط على كويك جروب. كده أنا حطيتهم كلهم في جروب واحد وأضغط عليه وأكتب مان. كده المان بقى كله جروب واحد بدل ما الليارات متبهدله وتوه ما بينهم. اروح اقفل السهم الصغير ده، كده المان بقى مجموعه واحده اقدر اخفيه واظهره زي ما انا عايز. ممكن اعمل جروب تاني للعفريت، اروح دايس على السهم الصغير ده واختار جروب لاير واسميه عفريت.